طيب، آخر مرة وصلنا للمالجنت لينفوما، حكينا عن البناين تومرز اللي ممكن يحصلوا بالكونكتيف تشو، خلصناهم كلهم. فبدنا نحكي عن اشي مالجنت ممكن يحصل بال لينف نودز. هسا المالجنت لينفوما بتنقسم لقسمين، هاتشكنز ونون هاتشكنز لينفومز. هسا الفرق بين اثنين انه هاتشكنز التومر او المالجنسي بتبدا باللنف نود، بينما النون هاتشكنز المكان بحدث مش بلنف نود، لا بحدث مكان فيه لنفاتيك تيشو، زي مثلا البوستيرير تانج والبوستيرير سوفت باليت. طيب هسا الهاتشكنز كلينيكلي بتكون responsible for 30% of the lymphoma cases اللي منلاقيها. طبعا risk factors بالميل اكتر من الفيميل، وبتحصل بالعادة بالثيرد ديكيد، يعني من عمر 20 لـ30 سنة. هسا بالعادة احنا منلاقيها كيف؟ منلاقيها swelling على ال sternocleidomastoid muscle اغلب الاحيان، يعني بالسيرفايكال لنف نود. بتكون طبعا بينلس، والمميز فيها واللي بميزها انها مالجنت انها بروجريسيف انلارجمنت، اللي بميزها عن الاشياء الثانيه اللي اخذناها بالسيست وهكذا، انها بروجريسيف انلارجمنت، بتضلها تكبر بالحجم، مش ثابت حجمها. بعدين مع الوقت ممكن تطلع من مكانها ويصير في انفيجن لأذر lymph nodes وتنتشر يعني. طبعا البيشنتس اللي بيجي عندهم هيك حيكون في systemic manifestations زي fever و night sweating. هسا بدنا نفهم شغلة انه هي صعب تبدأ بمكان برا الليمف نودز، يعني بالعادة ما مش حنلاقيها بالسكن او بالميكوزا او بالتانج، لا بتبدأ بالسيرفايكال ليمف نود، بعدين ممكن تنتقل لأماكن برا. طيب هسا الاتيولوجي تبعها مش معروف، لكن بتوقعوا انه ممكن سببها فيرال او جيناتيك فاكتورز. هسا الهيستوباثولوجي تبعها منلاقي دائما اشي بنسميه اول ايز سيلز، اللي هي ريد ستيرنبرغ سيلز. هدول الخلايا مميزين لهذا المالجنت لينفوما. وطبعا كل ما كان عددهم اكبر كل ما كان البروجنوسيس تبع البيشنت اسوأ. ففي عندي بنقدر نقسم المالجنت لينفوما هيستولوجيكلي لأربع أقسام، كل واحد أفضل من اللي قبله. اللي هي الليمفوسايت بريدومينانس، بكون عندهم هيستولوجيكلي الليمفوسايت هم أكتر خلايا موجودين، بكون عدد الريد ستيرنبرغ سيلز قليل، هو الأول سيلز هدول أو الأول آيز سيلز. ليش نسميهم صحيح أول آيز؟ لأنه لو نلاحظ منظر النواة كأنها عينين الأول كبيرة كتير. طبعا سيرفايفل ريت لهدول اللي عندهم لينفوسايت بريدومينانس 90% فور 5 years، يعني 90% من المصابين بهالمرض بالحالة اللينفوسايت بريدومينانس بيعيشوا لخمس سنين. نودولار سكلوروسيس، منلاقي سكلوروسيس بالنود، هاي النوعية الثانية، وهاي بكون في higher number of owl eye cells. mixed cellularity even more higher، وكل ما عادين يعلى عدد الاول eye cells قاعد بنقص عنا البروغنوسيس او حياة البيشنت. lymphocyte depletion، عدد كبير من ال الاول اي سيلز، عدد جدا كبير، وبالتالي السيرفايفل ريت جدا قليل. طيب
بعدنا نحكي عن النون هاتشكنز لينفوما. هاي بالعادة بتحصل بالأدلتس، ومنلاقيها بالعادة زي ما حكينا بالأماكن اللي هي ممكن فيها عدد كبير من الليمفاتيك تيشوز. طبعا لما نلاقيها بالأورال كافيتي حتكون عبارة عن ألسريشن كبير، وحتكون وبتكون هي بشكل عام very aggressive. طبعا بشكل عام هي إذا إجت بالعادة منلاقيها كتير بالأيدز بيشنت، لأنه بكون مناعتهم قليلة وصعب القضاء على التومرز عندهم، وهي من أكتر السرطانات اللي بتصيب البيشنت اللي عندهم أيدز. هسا اللي عندهم أيدز بكون في عندهم نوعين سرطان. النوعية الأولى كابوسي ساركوما، هذا الموست كومن تايب اوف مالجنانت تومر بالأيدز بيشنت، والسكند تايب اللي هو نون هاتشكنز لينفوما أيضا بكون عندهم بعدد كبير. طيب زي ما حكينا قبل شوي انه النون هاتشكنز لينفوماز اذا لقيناهم ممكن نلاقيهم باماكن مختلفه زي السوفت بلت، السوفت تيشو اوف ذا تانج، اني سوفت اوف ذا اورال ميكوزا، سيليفري جلاند، او حتى بالبون تبعت الجو. فعندهم عدة أماكن ممكن يتواجدوا فيها. هسا بدنا نحكي عن إشي اسمه بيركتس لينفوما. بيركتس لينفوما هي عبارة عن سبيشال تايب من النون هاتشكنز لينفوما، بتصيب الأوفريز والجوز، العظام تبعون الجوز يعني البون، يعني بالذات بهالأماكن تيجي الأوفريز والجوز of the patient. فبصير في عنا aggressive enlargement بالماكسيلا وبالماندبل زي الصور اللي انتم لاحظينها. شو بصير؟ هو في عنا فيروس اسمه Epstein-Barr virus، بعمل mutation بالجينات تبعتنا، فبصير عنا تغير بأماكن الكروموسومات. الكروموسوم الثامن بغير مكانه مع الثاني او الاربعتاش او 22، فبالتالي بصير عندي ميوتيشن بالإبيثيليال سيلز، باللينفوسايتك سيلز، وبالتالي بصير لهم ميتاستاسز ويهاجروا من اماكنهم ويسببوا لي مالجنانسيز اسمها بيركتس لينفوما، واللي هي نوعية من انواع النون هاتشكنز لينفوما. طبعا لهم عدة أنواع هدول البركتس لينفوما. أول إشي African Endemic Type، هاي African Endemic Type نوعية من أنواع البركتس، أو مش نوعية خلينا نحكي، هي Manifestation أو ظاهرة من ظواهر البركتس لينفوما. بأفريقيا بتحدث. أكتر إشي بتضرر الماكزيلا of the patient زائد tumors بالأبدومن، والسبب الرئيسي يعتقد انه يكون الابستنبار فيروس مع الملاريا اللي ممكن تصيب البيشنت. بافريقيا الملاريا منتشرة. طيب طبعا اكتر اشي بصيب البيشنت اللي بالفيرست ديكيد بالميلز اكتر من الفيميلز. بعد النوعية الثانية النون افريكان نون انديميك تايب من نون هاتشكنز لينفوما، عنا بكون اسوشيتد مع الابستنبار فيروس نفس اللي قبله كلهم، لكن الفرق انه مش بافريكا. فبختلف شوي عن الافريكان تايب انه ما بسوي تومرز بالجوز زي هداك، اغلب التومرز بكونوا بالابدومن، و20% فقط من البيشنتس اللي بكونوا لي جو انلارجمنت. اخر نوعيه الايدز اسوسييتد تايب اللي هو مع الايدز بيشنت بيشنتس، وحكينا انه الايدز بيشنتس اكثر كانسر بصيبهم هو كابوسي ساركوما، وثاني كانسر اللي هو
بيركتس لينفوما او النون هاجكنز لينفوما. بس هيك معلومة. المميز فيها هي شكل الهيستولوجيكال بريزنتيشن، بكون شكله ستاري سكاي باترن. شو يعني ستاري سكاي باترن؟ شكلها كأنه سما مليان نجوم زي ما بالصورة، بكون مليئة بالهيستوسايتس اللي هي ماكروفاجز واللينفوسايتس مع هاي ميتوسز كتير. طيب بعدين بدنا نبدأ نحكي عن الأورال إبثيليال تومرز. لما نحكي أورال إبثيليال تومرز يعني حنلاحظ التومرز خارجين لبرا، على عكس اللي قبلهم كلهم كان التومرز يكونوا داخليين. يعني كان اللي امبارح كنا ناخدهم اخذناهم بالمحاضرة كانوا كلهم بداخل الجلد سب ميكوزا، هسه حنلاقيهم بروجيكشنز خارجين لبرا الميكوزا. اول واحدة بدنا نحكيها اللي هي سكوامس بابلوما اللي هو بناين تومر، سببه الهيومن بابلوما فيروس. طبعا الهيومن بابلوما فيروس له اكثر من 100 نوع. الانواع اللي بتسبب السكوامس بابلوما اللي هو 6 اند 11، هدول اثنين باغلب الاحيان لقيناهم عند البيشنتس اللي عندهم سكوامس بابلوما، لكن ما لقيناهم كل البيشنتس، فاحنا مش متاكدين انه السبب الرئيسي للسكوامس بابلوما هو هذا الفيروس، لكن اغلب الدراسات بتحكي انه هو السبب. طبعا كلينيكلي بنلاحظ انه شكلهم كانه كولي فلاور، يعني زي القرنبيط او الزهره اللي هي هاي النبته. طبعا بكونوا هيك شكلهم كلينيكلي، وممكن يكونوا وايت وممكن يكونوا بينك او ريد. وايت بكون يعني عليهم كراتين، لما يكونوا بينك او ريد بكونش عليهم كراتين. طيب بعدين بدنا نحكي عن ال شكلهم من قريب عشان تشوفوهم. هيهم طبعا العلاج تبعهم هو الاكسجين. بدنا نفهم شغلة، are they contagious ولا لا، وهل فيهم potential for malignancy ولا لا. هسا الcontagious هم contagious بس مش زي الفيروكس فولغاريس اللي حناخدهم بعد شوي، بس they are contagious. المالجنسي صعب يتحولوا لمالجنت تومرز، فنو بوتنشال مالجنسي او اشي جدا ضئيل يعني يكاد لا يذكر. هسه بدنا نحكي انهم mostly affect adults، وبالعادة بيجوا single legions، ما بيجوا اكتر من legion، وبالعادة ما بكبروا اكتر من 1 سنتيمتر. طيب اوكي، هيستوباثولوجيكلي بنلاحظ انه اغلب الليجن بتتكون من ابيثيليوم زي ما احنا ملاحظين هون. بالوسط ممكن نلاقي كونكتيف تيشو او فايبرس كونكتيف تيشو كور، معطيني ستراندز انسايد ذا ابيثيليوم، فشكلها صاير كانها ورده. طبعا هاي الابيثيليوم الطبقه الخارجيه. طبعا اذا هو وايت حتكون كيراتينايزد، اذا بينك حتكون نون كيراتينايزد. حنلاحظ انه فيها هاي ميتوتيك اكتيفيتي، فبالتالي البيسل سيل لاير اللي هي المسؤوله عن الميتوتيك اكتيفيتي حيكون فيها هايبر بلاجيا ثيكنينج، يعني ضخمه مو مبينه بالصوره لان الصوره صغيره، هاي اوضح. البيسل سيل لاير هي هاي الغامقه، بنلاحظ انه ثيكر ذان يوجوال، وزي ما حكينا no potential for malignancy.